علكة النيكوتين سلاح آخر في مواجهة إدمان التبغ. صنفت علكة النيكوتين نيكوتين غام كعلاج يوصف لمدخني السجائر للإقلاع عن التدخين، فهي من فئة الأدوية التي تسمى بمساعدات الإقلاع عن التدخين، إذ ينبغي أن توصف إلى جانب برنامج محدد للإقلاع، إذ تعد هذه العلكة مصدراً يؤمن النيكوتين للجسم، مما يقلل من الأعراض الانسحابية الناتجة عن الإقلاع، وبديلاً عن طريق الفم للحد من الرغبة في التدخين. إذن كيف يتم استخدام علكة النيكوتين كدواء؟ يتم استخدامها مثل أي علكة عادية، وذلك عبر مضغها، ولكن يجب توخي الحذر من بلعها، ويجب أيضاً تتبع الإرشادات الموجودة على الغلاف بعناية. كما يمكنك الاستعانة بالطبيب أو الصيدلاني لأي استفسار عن أي جزء من تلك الإرشادات، إذ أن استخدامها يكون ضمن الإرشادات، فلا يجب الإكثار أو الإقلال منها إلا بتوجيه الطبيب أو الصيدلاني. فعلى سبيل المثال، إذا كانت أول سيجارة تقوم بتدخينها بعد استيقاظك ب30 دقيقة، فعليك استخدام العلكة ذات العيار 2 ملغ. أما بالنسبة إلى من يدخن السيجارة الأولى قبل 30 دقيقة من أولى من استيقاظه، فعليه استخدام العلكة ذات العيار 4 ملغ. يمكن أن تستخدم علكة النيكوتين بشكل منتظم وتدريجي كالدواء، ففي البداية يتم مضغ علكة واحدة كل ساعة إلى ساعتين في 6 أسابيع الأولى، ثم في 3 أسابيع التالية يكون المضغ كل ساعتين إلى 4 ساعات، وفي 3 أسابيع التي تليها أيضاً تمضغ علكة النيكوتين كل 4 إلى 8 ساعات. أما إذا كان للمدخن رغبة شديدة في التدخين، فيمكن أن يزيد الجرعة ويقوم بمضغ علكتين خلال ساعة واحدة، أي كمعدل وسطي يمكنه مضغ 9 قطع من علكة النيكوتين كل يوم خلال 6 أسابيع الأولى، إذ يتم مضغ هذه العلكة ببطء لتتمكن من تذوق النيكوتين، وستشعر بطعم لاذع في الفم، وسيذهب هذا الشعور عندما تتوقف عن المضغ قليلا، أي تقريبا حوالي 1 دقيقة. يتم خلالها وضع العلكة بين الخد واللثة، ثم تعاود المضغ مرة أخرى، ويتم تكرار هذا الإجراء لمدة 30 دقيقة مع تجنب الأكل والشرب لمدة 15 دقيقة قبل وأثناء مضغ العلكة. ولا يمكن مضغ العلكة النيكوتين بسرعة كبيرة أو مضغ أكثر من واحدة، فقد يسبب هذا الفواق والحرق والغثيان أو تأثيرات جانبية أخرى. كما لا يمكن مضغ أكثر من 24 قطعة في اليوم الواحد، ويجب عليك التوقف عن استخدامها بعد 12 أسبوعاً من الاستخدام. والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند استخدام علكة النيكوتين: قبل استخدام هذه العلكة يجب عليك إخبار الطبيب أو الصيدلاني عن الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية أو أي من الأعشاب الطبية التي تستخدمها أو سوف تستخدمها، خاصة إذا كنت تستخدم أدوية مثل الأنسولين أو أدوية الربو أو أدوية الاكتئاب أو حتى أدوية ارتفاع ضغط الدم وأي أدوية أخرى مساعدة على الإقلاع. وعليك أيضا إخبار طبيبك إن كنت قد تعرضت لنوبات قلبية أو أي مرض قلبي أو أمراض هضمية، أو إن كنت مصابا بالسكري، أو حتى إن كان عمرك أقل من 18 عاما، أو إن كنت تخضع لحمية محدودة الصوديوم. أما بالنسبة للمرأة الحامل أو التي تنتظر مولودا أو حتى المرضعة، فعليها إخبار طبيبها المعالج بذلك. فإن أصبحت حاملا أثناء استخدام علكة النيكوتين، عليها التوقف عنها فورا ومراجعة طبيبها، ولا يجب التدخين أو التعرض لجرعات النيكوتين من أي مصدر آخر غير العلكة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى جرعة زائدة من النيكوتين. ما هي الإرشادات الغذائية الخاصة التي يجب اتباعها؟ إن أردت استخدام هذه العلكة، فعليك مواصلة النظام الغذائي العادي الخاص بك ما لم يخبرك طبيبك المعالج بغير ذلك. ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟ إذا واجهت أي من الأعراض التالية كمشاكل في الأسنان والفم أو الفك، دوخة، غثيان، قيء وإسهال، ضعف،
تسرع أو عدم انتظام دقات القلب، صعوبة في التنفس، تفحم جلدي، بثور في الفم، فعليك التوقف عن استخدام علكة النيكوتين فوراً ومراجعة الطبيب. ويجب تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال أو أي من الحيوانات الأليفة، فشكلها ولونها من الممكن أن يكون جذاباً للأطفال، لذلك يجب مراعاة ذلك. ولكن هل من الممكن أن تسبب هذه العلكة الإدمان على النيكوتين وذلك من خلال مضغها؟ في بعض الدراسات التي نشرت عن هذا الموضوع والتي تقول بأن الأشخاص قد استمروا باستخدام علكة النيكوتين كمدة أقصاها تصل لخمس سنوات، ووفقاً لريتشارد هيرت الأستاذ في الطب والناطق الرسمي لجمعية أبحاث النيكوتين والتبغ في مايو كلينيك في روتشستر بولاية مينيسوتا، قال: إلى الآن لم نتوصل إلى وجود أي مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية مرتبطة باستخدام علكة النيكوتين على المدى الطويل. وكما نعلم، فالسجائر هي بطبيعة الحال تسبب مشاكل صحية خطيرة تهدد حياة المدخن. وعندما يتم أخذ النيكوتين عن طريق العلكة، يؤخذ ببطء من خلال الأغشية المخاطية للفم، وعلى مستويات أقل بكثير من السجائر. يضاف إلى ذلك، فإن تلك العلكة لا تحتوي على أي من المواد المسببة للسرطان التي تحتويها السجائر. لذلك، فإن الضرر الكبير الذي قد تسببه السجائر كالسرطان وأمراض القلب لا يسببه منتج علكة النيكوتين. وفي الواقع، فإن أكثر ما يعانيه المستخدمون لعلكة النيكوتين هي المشكلة الصحية الأكثر شيوعاً، وهي ألم الفك الذي ينتج عن المضغ المستمر أسبوعاً بعد أسبوع. أما بالنسبة للمخاوف الأخرى فقد تم التحذير منها، وخاصة للحوامل. ولكن السؤال الأهم هنا، هل يمكن الوصول إلى حالة الإدمان في حال استخدام علكة النيكوتين؟ في الحقيقة من الممكن أن يحدث ذلك فعلاً مع بعض الأفراد، بالرغم من أن مستوى النيكوتين في العلكة المساعدة على الإقلاع أقل مما هو عليه في السجائر، إذ يقول الدكتور روبرت ماري، دكتور وأستاذ ومدير لوحدة البحث عن الكحول والتبغ في جامعة مانيتوبا في كندا: سيتعرض المدخنون خلال تدخينهم إلى الإدمان، وربما يدوم هذا الإدمان حتى بعد استخدامهم لعلكة النيكوتين. ووفقاً لموري، فإن بعض الناس سيتعرضون لأعراض السحب عند الإقلاع عن استخدام علكة النيكوتين، وقد تشمل الصداع وكذلك التهيج والاكتئاب وصعوبة التركيز. ومع ذلك، فقد نصت دراسة حديثة أجراها جون هيوز، وهو أستاذ في جامعة فيرمونت للأمراض العقلية، أن عدداً قليلاً من مستخدمي علكة النيكوتين يتعرضون للإدمان عند استخدامها لفترة أكثر من اللازم، وذلك يعود لخوفهم من العودة إلى السجائر. فمعظم الناس يقولون إن الإقلاع عن التدخين هو شيء صعب جداً، حيث تتخذ علكة النيكوتين كعامل مساعد على الإقلاع. ولكن يبقى لدى الناس مخاوف من مسألة الإدمان وعدم قدرتهم على التوقف عن استخدامها، فالمدخنون سيستمرون في استخدام هذا العلاج المساعد على الإقلاع حتى ولو كانت نسبة نجاحه 10%، وحتى وإن كانت هذه العلكة ضارة أو مزعجة خلال استخدامها لوقت طويل، فإن الناس سوف يصرون على استخدامها. إذن ففي حالتي التدخين وعلكة النيكوتين هناك إدمان، ولكن يبقى إدمان العلكة أقل ضرراً من التدخين كما يبدو ذلك واضحاً للجميع. فهل يمكن أن تختار مضغ علكة النيكوتين على تدخين السجائر؟ مع كل هذه التعليمات المرفقة، فقد لوحظت حالات عديدة من عدم الالتزام بالقواعد والإرشادات، حيث تبين استمرار بعض الناس بعادة المضغ بشكل مستمر دون الالتزام بمدة محددة ودون استشارة الطبيب حتى، حيث صدر تقرير مؤخر لتقييم البيانات التي جمعتها أي سي نيلسون، لخصه الباحثون بأن 5-9% من مستخدمي علكة النيكوتين يقومون بالمضغ لفترة أطول من المنص بها، وهي 3 أشهر، حيث كانوا يستمرون في المضغ لـ6 أشهر أو أكثر.